تشرب ايه يا جعفر؟ ولا حاجة. والله ما يصحش يا وداد. وداد شوف المعلم جعفر يشرب ايه. دش دش اهو سيد. انا سكت عن اللي حصل لاهلي في غيابي وقلت لك المحل وقعدت مع ابوك وقلت له نصفي كل حاجه. قلت له كلم شوقي وعارف انك قلت له انك مكسل ومفرهد. انت ما كبرتنيش ونزلت. انا كبرتك وطلعت لك. ابني فين يا شوقي؟ أنا لسه هفكر وأتعب نفسي. فكر أنت في الضمان اللي خليني أقول لك وأبقى في أمان. أنا مش مستعجل، أنا في شهر عسل مع بنت خالك. القهوة. اشربوا في عزاك. انا قريب يا وداد.